إذا ناخذ الثلاسيميا، هو مرض من أمراض الدم الوراثية. اليوم احنا تقريبا الأمراض اللي تنقل وراثيا مننا تقريبا وصلوا 220 مرض مسجل إنه من الأمراض الوراثية. ولازم أخوي محمد نفرق بين المرض الوراثي والمرض الجيني. المرض الوراثي يعني ولا الوالدين أو أحدهما عندهم هاي الطفرة الجينية اللي يعطون عيالهم. أما المرض الجيني أن الطفل يولد بإعاقة ولا اضطراب صحي، لما نفحصها نشوف فيه خلل في الجينات، بس يوم نفحص الأم والأبو ما عندهم، ما فيهم شيء، فبالتالي هذا الطفل يتم تشخيصه بمرض جيني وليس وراثي. أما إذا حصلنا الطفرة عند أحد الوالدين أو كلاهما يسمون مرض وراثي. مرض الثلاسيميا هي من أمراض الدم الوراثية، عندنا كثير منها، وأكثرها انتشاراً بيتا ثلاسيميا، أنيميا المنجلية، والجي 6 بي دي، هاي أكثر انتشاراً عندنا. ليش أنا أقول مرض الثلاسيميا أو اضطراب الثلاسيميا مو بشيء يخوف؟ مخوف، هي بالضبط. اليوم العلم عندنا تطور لدرجة أخوي محمد أن الواحد أخلاقياً لا يسمح لك أنك تورث أو تولد طفل مولود بمرض وراثي. ليش؟ من الوعي اللي صاير عندنا في مجتمعنا اليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة، أنا يحق لي بكل فخر وبكل غرور أتكلم عن دولتي الحبيبة اللي بادرت بكثير من البادرات ولها الريادة على دول متقدمة عندنا. اليوم أي طفل ينولد عندنا في دولة الإمارات، دولة الإمارات مجاناً تفحصه لأمراض وراثية، أمراض جينية، اللي هي ممكن تتعالج في أول 4 أسابيع.